كتاب يحفل تأميني للراحلة الأميرة لنا مريمة عمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده، يتشرف خادم الأعتاب الشريفة دكتور محمد علي المراني رئيس الهيئة العالمية للتنمية والدفاع عن الوحدة الوطنية بتجديد تعازي كل مكونات هيئتنا وكل المشاركين والذاكرين والمساهمين في هذا الحفل التأميني وبتقديم فروض الطاعة والولاء والبيعة الدائمة والمتجددة إلى جلالتكم الشريفة، معلنين تجندنا الدائم من أجل الدفاع عن مقدسات البلاد ووحدتها الترابية. حفظ الله جلالتكم في الحل والترحال وامتعكم بالصحة والسلامة والعافية وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن واشد أجركم بسنوكم الأمير مولاي الرشيد وحفظكم في أسرتكم الشريفة الكريمة وأدام عزكم وانصركم وجعلكم ظهرا وبلادا لأمتكم وشعبكم الوفي. والسلام على المقام العالي بذا ورحمته تعالى وبركاته، وحرر وحرر بمدينة أسف يوم الجمعة 15 أكتوبر إنه هو كان أول يوم سنة 2021 من دار خادم الأعتاب الشريفة دكتور محمد علي المرادي. الله يبارك في عمرك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.